تتسلل نحو السماء من بذرة وقطرة ماء، تطارد النور والهواء، فهما شرط النماء. هوينا تنفض أوراقها كما ينفض الملاك جناحيه في السماء. هكذا يبدأ عمرها في الحقول الشاسعة للخضراء. ترعاها أياد تترصدها، تتوق للقرون الجوداء، حتى إذا جاءت وأوفرت ذبلت أوراقها ويبست حواملها وانتهت. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله. لا ننتظر المنبه أن يرن أو حتى الباب بأن يدق، باكرا عندما ينطق صوت الحق ننطلق. فريقنا يجتمع كل صباح، المسير والتقني والخبير والفلاح، هنا نجتمع وإلى هنا سنرجع. مبدأنا التصميم والإرادة، ثم حي على الكفاح. أطلس الفلاحة، المشروع الذي أثبت أنه كمن الصحراء في بطنها ذهب أسمر، فإن على سطحها ذهب أخضر فأشقر. أطلس الفلاحة تذكر الصحراء بالحياة. ابتداء من سنة 2017 وفي مساحة أولية تقدر بألف هكتار بولاية ورقلة، بدأنا بشق المسالك، حفرنا الآبار وجهزنا الآلات والمعدات لننطلق في تجربة فريدة وسط الصحراء القاحلة المترامية الأطراف. My name is Isaac Özbek. I'm coordinated at this farm. Also, I'm project manager. I want to explain about is our project. Is our project as we established it 3 years ago, 2017 years. نرفع التحدي بهدف إنتاج أجود أنواع القمح والذرة والشمندر السكري. كانت السنة الأولى مثمرة بحجم الجهود المبذولة، ما أعطانا الثقة للتخطيط مستقبلاً لزراعة المحاصيل المستعملة في الصناعات الغذائية مثل عباد الشمس، الصوجة، والقطن المستعمل في صناعة النسيج. غايتنا هي دعم السوق الجزائرية بالمنتجات الزراعية الاستراتيجية وتحريرها من التبعية الغذائية للخارج. Also, I want to talk about is our member of family. I call it at this about our workers. They are absolutely hard worker. Also, they are working. They are from directly from heart. ولنكون أوفياء لتقنينا وعمالنا، فقد كان من أولى أولوياتنا توفير كل أسباب الراحة والرفاهية لهم عبر تشييد قاعدة للحياة تحتوي على جميع المرافق الضرورية. أطلس الفلاحة هي مثال للهمم العالية التي حولت رمال الصحراء إلى مروج خضراء.